حوادث الغرق دفعت الناس للإبداع في تصميم أجهزة للنجاة، وآخر هذه الإبداعات جهاز كينجي الذي يمكن لبسه على المعصم، وبحركة واحدة بسحب المقبض تنطلق منه كرة طافية عن طريق أنبوب الهواء المضغوط المثبت فيه. جهاز مميز وسهل الاستخدام، عبارة عن شكل يشبه ساعة يلبس على المعصم، بالإضافة إلى أنبوبتين من الهواء المضغوط يمكن استبدالهم في حالة استخدام الجهاز. وبسحبة واحدة من المقبض على طرف الجهاز ستنطلق الكرة الطافية، إلا أن ذلك لا يعني أنك لا يمكنك استخدامه مرة أخرى، فباستبدال الأنبوبة وبإعادة كل شيء إلى مكانه يمكن إعادة استخدام الجهاز مرات ومرات أخرى.